السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ مع حضراتكم احمد شكري، لسه مستمرين في مهارات التواصل. النهاردة ان شاء الله هقدر اتكلم عن رابع مهارة من مهارات التواصل، وهي فن التعامل مع الاخرين. عند التعامل مع الاخرين يجب الاحترام واظهار كل التقدير اليهم. اتكلم معاهم باسلوب حضاري، ما تبقاش مركز في مستواهم الاقتصادي او الاجتماعي او الثقافي او اي حاجة تانية لها علاقة بالجنس والدين. الاكتمال تحقيق النجاح في التعامل مع الاخرين. في 10 نصائح مهمة نقدر من خلالهم نطور من التعامل مع الاخرين. عايز اقولك على حاجة، النصائح دي لو حضرتك نفذتها فده دليل على انك اتقنت للمهارة دي بنسبة 100%. ومادام حضرتك اتقنت لمهارة التعامل مع الاخرين فده دليل على انك اتقنت لمهارات التواصل، ومادام حضرتك اتقنت لمهارات التواصل فده دليل على انك شخص ناجح في حياتك، وتقدر حضرتك تحط هدف وتحققه من خلال المهارة دي. رقم 1، اللباقة شيء اساسي من اهم الادوار المهمة في بناء العلاقات الانسانية السليمة بين البشر. الانسان من خلالها يستطيع ان هو يحقق اهدافه وبينجح في حياته من غير ما يسبب اي اذى للاخرين. رقم 2، يجب التصرف بحكمة وعقلانية. رقم 3، كن موضوعي، بمعنى يجب ان ترى اخطائك قبل ان ترى اخطاء الاخرين. انتقد نفسك قبل ان تنتقد الاخرين. انتقاد الاخرين بيعتمد على النقد البناء اللي بيساعدهم على تصحيح اخطائهم من غير ما يتسبب ليهم اي جرح نفسي. رقم 4، تقليل اللوم الى حد كبير. رقم 5، التحلي بالتواضع عشان تبقى شخص محبوب بين الناس، والبعد عن الغرور. رقم 6، عدم التدخل في شؤون الغير. رقم 7، عدم تقديم النصائح في العلن. رقم 8، التركيز على الجوانب الإيجابية والابتعاد عن الجوانب السلبية، لأن ده بيسبب في نشر الطاقة السلبية. رقم 9، لابد من احترام الرأي والرأي الآخر والابتعاد عن كل أشكال التعصب في الرأي والأفكار. رقم 10، وآخر حاجة، الصبر شيء أساسي في فن التعامل. لو أي شخص أساء ليك الأفضل إنك ما تردش الإساءة بمثلها، اتصرف بحكمة عشان الطرف الآخر هيندم بسبب الخطأ اللي ارتكبه وهيجي يعتذر لك. وبكده خلصنا 10 نصائح اللي نقدر من خلالهم نطور من نفسنا عند التعامل مع الآخرين. وبكده حلقة النهاردة تكون خلصت. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك للفيديو واشتراكك في القناة مع تفعيل الجرس للوصول لكل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.